ان شاء الله فيديو النهاردة يعجبكم وتستمتعوا بيه. طبعا لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واكتبوا لي في الكومنت هل عجبكم الفيديو او لا. ويلا بينا نبتدي. طبعا حرفيا يا جماعة انا بقالي ساعة بحاول ابتدي اصور، بقالي فترة ما صورتش وعندي حاجات كتيرة جدا عايزة اصورها، فبير ويز مي وتحملوا معايا. طبعا زي ما شفتوا كده في العنوان النهاردة مشتريات، وطبعا دي من احلى الفيديوهات اللي انا بحبها، بحب اصورها بحب اتفرج عليها. فالنهاردة مشتريات، والمشكلة بس ان الحاجات دي بقالها فترة عندي، فيعني هنفتكر كده مع بعض كانت منين، كانت ازاي الاسعار. فخلونا نبتدي على طول. طبعا قبل ما نبتدي، المشتريات دي يا جماعة بتكون من اماكن مختلفة وعلى اوقات مختلفة، يعني تقريبا الحاجات دي مشتريات يوليو واغسطس ويمكن كمان شوية من سبتمبر. فهتنزل لكم امتى؟ احتمال السنة الجاية تقريبا، مش عارفة هتنزل امتى، ولكن الحاجات دي مش في يوم واحد. وطبعا هحاول اقول لكم اصلا هي كانت منين وكده، وهبتدي من اقدم حاجه اشتريتها خالص. فخلونا نبتدي. طيب نزلت الكاميرا كده شويه، مش عارفه هتاخدوا بالكم ولا لا. ودول اول تو باجز معايا، طبعا شكلهم مش عاطفي قوي. دول اشتريتهم من المصفح، مش عارفه بصراحه الفلوج هيكون نزل. طبعا انا افتكرت حاليا ان انا مش حاطه السماعه بعد كل ده، واكيد الاصوات اللي بره دي هتظهر لكم. او ماي جاد، لحظه يا جماعه، ليه مش حاطه السماعه؟ سوري يا جماعه، سوري يا جماعه بجد، اكيد كل الاصوات الخطيره اللي بره دي هتظهر في التصوير، انا متاكده. صح، اعتقد كونكتد دلوقتي، صح ولا ايه؟ استنى ما اشوف كده السماعه اصلا كونكتد ولا لا. طيب اتاكدت كده ان السماعه كونكتد. سوري يا جماعه على كل اللي فات ده، بس بصراحه مش هقدر اصوره تاني، فاتمنى ما تكونش الاصوات اللي بره يعني ظاهره لكم قوي. تاني هقول لكم الحاجات دي اشتريتها من المصفح، وطبعا عملت فلوج ولما رحنا المصفح، ما صورتش كتير بصراحه. المحلات اللي هي بيكون فيها ميكس كده كل حاجه مع بعض، عارفين طبعا اللي بيتابعني من مصر، زي المحلات بتاع اول عنقود كده اللي بتلاقوا فيها كل حاجه، واللي هنا في الامارات او السعوديه فالحاجات المحلات دي مشهوره جدا، بتكون فيها حاجات تقريبا كل حاجه بتحتاجوها، بتكون اسعارها حلوه وكده. فحتى يعني الاكياس الموجوده، الاكياس العاديه، فمش قادره افتكر قوي بصراحه اسم المحل، ولكن الفلوج لو كان نزل لكم قبل الفيديو ده، اعتقد الفلوج هينزل لكم قبل المشتريات دي، فهيكون واضح يعني، لان اكيد انا صورت اسماء المحلات. اعتقد كان في واحد اسمه كليرنس ومش عارفه بصراحه. المهم الحاجات دي موجوده في كل مكان، يعني مش هيفرق قوي اسم المحل. طيب اول حاجه اشتريتها، وهو طبعا حاجه عيالي قوي، وهو الهايلايتر ده. ده شكله طبعا، انتوا عارفين اكيد اللي بيستخدم الهايلايترز بيكون عارف انه اللون ده هو اكتر لون او اول لون بيخلص في المجموعة كلها، يعني المجموعة الالوان اللي فيها لسه كلها عندي، ولكن ده يعني اول لون بيخلص بسرعة كلنا عارفين. فلقيت سعره كمان كويس قوي فجبته، طبعا مش عارفة فينلوت دي اسم البراند، خلوني كده اقرب لكم من الكاميرا، ولكن يمكن سعره كان درهم او درهمين. وده شكله طبعا العادي، بس ما اعتقدش من البراندات المشهورة قوي، ولكن الكواليتي بتاعته مش الطف حاجة، مش احسن حاجة يعني، فانا بقول على قد السعر بتاعه. لو انتوا بتدوروا على حاجة كواليتي، طبعا الشركات الكتيرة معروفة، ولكن زي ما قلت لكم انا ما بحبش، يعني انا عندي باكس لسه جروب كده مع بعضها وفيها اللون ده، بس انا مش حابة اخد اللون من المجموعة دي استخدمه مع نوع تاني من الهايلايترز، فعلشان كده جبت ده. بعد ما استخدمته بصراحة ما حبيتش الكواليتي بتاعته قوي، ولكن it's okay يعني it will do the job زي ما بيقولوا. تاني حاجة طبعا I've been obsessed recently كده بال او يعني بقالي فترة مهووسة بالباك تشارمز والكي تشينز، وعارفين الحاجات اللي بتتحط على الشنط كاكسسوري او الاكسسوار يعني في العموم، فدي اعتقد بيسموها يا اما كيتشين يا اما
كي تشارم او باج تشارم، بصراحة مش متأكدة. المهم يعني الحاجات اللي بنحطها اكسسوار يا جماعة. فجبت، خلوني اوريكم انا اصلا بتكلم عن ايه. ده شكلها، عارفين اللي هي بتبقى كده فازي كده او فرو، وجاي كده معاها الفيونكة دي، وطبعا التشين نفسها بتكون جولد، والبراند مكتوب عليها ستار بيجا، ومكتوب عليها ميد ان تشاينا. طبعا عجبني اللون ده جدا جدا، انا هستخدمها للشنط يا جماعة. بيبقى شكلها ظريف جدا لما تكون نازلة كده من الشنطة، كيوت قوي، بتعمل شكل حلو للشنط. واشتريت طبعا اللون البينك الخطير الكيوت ده، واشتريت اللون البيج او خلينا نقول بني، مش عارفة بصراحة مش متأكدة، ولكن الاثنين حلوين جدا. خلوني اوريكم الاثنين كده مع بعض، وعلشان يماتش مع اكتر من شنطة عندي. فطبعا انا جبت حاجات زي كده كتير قوي الفترة اللي فاتت. واخر حاجة طبعا الحاجات دي بصراحة بقى لها فترة مشهورة، من اول الصيف اتشهرت وانا اخر واحدة تجيب اي حاجة، اللي هي البريسلت اللي عاملة زي كده، اتمنى تكون واضحة عندكم. طبعا دي كانت اصلا زمان مشهورة قوي، وبعدين اختفت، بعدين رجعت تاني اعتقد يعني. فلقيت كده دول الاثنين، طبعا كان في الوان كتيرة واشكال كتيرة، ولقيت واحدة تالتة معاهم كده ابيض وفيها كيوبس كده ونازل منها، كانت بصراحة التلاتة مع بعض يهبلوا يجننوا. اوكي، ولكن وانا بقى بحاسب على الكاونتر، انا طبعا الحاجات كلها مكتوب عليها درهم مش عارفة ايه، فلقيت الواحدة من دي بتلات دراهم. التلاتة كانوا مع بعض تحفة جدا، طبعا تلات دراهم يعتبر ولا حاجة يعني، ولكن انا مش عارفة ليه رجعت التانية دي، قلت يعني هي اصلا عارفين اللي هو حاجة كده، حاجة رخيصة يعني. فقلت لا خلاص، انا الحرص بجد مش عارفة تملكني وقتها. وعلى فكرة جوزي حرفيا اتحايل عليا وقال لي يا بنتي عادي 3 دراهم خديها ومش عارف ايه. معرفش انا ايه اللي بصراحة كنت بفكر فيه وقتها بصراحة، اي دون نو. المهم وسبت التالتة، وهي حرفيا اللي كانت منطقاهم يعني، الاتنين مع بعض حلوين، واحدة كده على بيربل والتانية على بيتش كده، او مش على بينك يعني، هو مش بينك، كان هو تقريبا هيكون واضح عندكم بينك، ولكن التالتة كانت معاهم خطيرة بصراحة. مش عارفة ايه اللي كنت بفكر فيه، وحاولت ادور في الاماكن القريبة. طبعا المصفح ده مشوار يعني بالنسبة لنا، ف يعني فين بقى على ما ارجع تاني، واحتمال ما لقيهاش، وما لقيتش اي حاجة زيها هنا يعني. المهم اني هاو، دي حلوة قوي في الصيف، في المصيف، وموضة بقى لها فترة بصراحة. وبس كده، ده كان اول كيس. زي ما قلت لكم بصراحة مش متذكرة اسم المحل. استنوا، تاني كيس مكتوب عليه اسم محل، هو اسمه كليرنس شوبينج سنتر. اعتقد ده كان الكليرنس شوبينج سنتر، والحاجات دي من مكان كده جنبه، مش عارفه يمكن ما عندهمش اسم او حاجه، لانه انا جبنا الحاجات دي الاول بعدين دخلنا بقى الكليرنس شوبينج سنتر ده. بس ما جبتش منه حاجات كتيره، ولكن جبت حاجه منه انترستينج شويه، خلوني اوريكم. اول حاجه طبعا يعني شوفوا الكياتة، جبت المشط ده. طبعا انا مش محتاجه المشط ده اولا، ثانيا انا اصلا مش بستخدم اي مشط يعني، لازم المشط اللي انا بستخدمه حاليا لاني بكون مرتاحه فيه جدا من حيث السنون والمسافات. فانا اصلا ما بستخدمش اي مشط غير بتاعي، جبت بعده كتير جدا وما استخدمتهمش. ولكن يعني بصوا، شوفوا لي الكيوتنس اللي حاصله، لونه بينك اولا which is my favorite يعني، ثانيا عليه كده ستروبيري بينك، تحفه يا جماعه. والسعر بتاعه حرفيا ولا شيء، فين بدرهم ونص، شايفين؟ فبجد اتهوست بيه بجد، ما كانش عاجب جوزي بس انا عجبني جدا، حاساه مناسب كده للسفر او حاجه. ولكن بصراحه انا مش بستخدم غير المشط بتاعي بصراحه، بس بقول يمكن اجربه ويعجبني. وانا صراحه ما بحبش المشط اللي بيكون اللي هو واحد بس، لا انا بحب اللي هو بيكون فيه واسع وضيق، اكيد انتوا فاهميني، ولكن هجربه وهشوف يعني. وبصراحه هو شكله كيوت جدا وسعره رخيص قوي، فحبيته بصراحه. لقينا بقى في المكان ده اوفر كده على الكتب، الكتب كانت نازل سعرها جامد قوي، مش عارفه هيكون عليها السعر ولا لا. ولكن انا طبعا بصراحه الكتب كان معظمها
كومبليكيتد كده او للاطفال، يعني اكتر الاطفال. قعدت ادور دورت ولقيت اتنين بصراحة عجبوني قوي وعايزة ابتدي بصراحة اقرا فيهم. اول حاجة ده طبعا انجليش، مكتوب عليه ريفر جاد واي ثينك ويلبر سميث ده المؤلف، اتمنى اكون بنطق اسمه صح، ولكن طبعا لفت نظري ان هو ريفر جاد او اله النهر، وطبعا عليه النقش الفرعوني ده، فهو ده اللي لفت نظري. فحسيت انه هيكون بيتكلم عن مصر من نظر الاجانب، فمش عارفة بصراحة، انا كان عندي فضول كده. وطبعا الكتاب صغير، شكل الانجليش بتاعه شوية صعب، ولكن اكيد هقراه وهقول لكم رأيي فيه. وانا اصلا بحب الكتب اللي هي امسكها فيزيكال، بقرأ طبعا على الموبايل او على الايباد، ولكن انا بحب بصراحة على الورق يا جماعة، وبحب اقرأ. وطبعا هو بالانجليش، طبعا في حاجات انترستنج قوي يا جماعة، جايبين اللغة بتاعت اللغة المصرية القديمة، وصراحة لفت نظري يعني حسيته. هو طبعا شكله فينتج قوي قديم، يمكن كانت الطبعة دي الطبعة الخامسة سنة كام يا جماعة؟ 2000 وايه. فحبيت بصراحة اقرأه، وطبعا لما اقرأه هفهم اكتر هو عن ايه او بيتكلم عن ايه، وهكلمكم عنه اكيد، لانه بصراحة ما تفحصتش فيه قوي. انا لفت نظري الرسومات دي فجبته على طول، وخصوصا انه بالانجلش. وتاني حاجة طبعا انا جبت المناسب، الحاجات اللي تعجبني، لان هي كتب شكلها قديمة واحتمال تكون مستعملة، يعني شايفين، او قديمة فمتبهدلة. ده اصلا كان شايفين عليه التيكت بتاع مكتبة جرير للتوزيع، والبرايس عليه مكتوب 15 درهم. وده طبعا خالد محمد خالد، معرفش ده المؤلف ولا ايه. الكتاب اسمه رجال حول الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ده طبعا عكس التاني خالص، ده اكبر كده، يمكن كم 621 639 صفحة، فطبعا حلو قوي. وانا برضو متحمسة جدا اقرأ ده، فاكيد برضو هكلمكم عنه. فرحت جدا لما لقيت كتب، بس لما قعدت ادور زعلت لاني ما لقيتش حاجات او اوبشنز كتيرة. دي كانت الحاجات اللي اشتريتها من المصفح، ودي تعتبر اقدم حاجة تقريبا في المشتريات. بعد كده من براندس فور ليس، طبعا انا متحمسة جدا اني افتح معاكم الكيس ده، لاني الحاجات اللي فيه عايزة استخدمها على طول. خلوني اوريكم. طبعا براندس فور ليس يا جماعة، زي ما قلتلكم كمان في المشتريات اللي فاتت، ان هو ريسنتلي من احلى الاماكن اللي انا بحب اشتري منهم، لان هو بيكون فيه براندات بتيجي من برة. وانا طبعا زي ما انتم عارفين بتابع، او اتمنى تكونوا عارفين، بتابع يوتيوبر اجانب كتير جدا، فكل حاجة تقريبا هم بيشتروها او بيستعملوها ببقى عندي كيوريوسيتي جدا ان انا استعملها، وللأسف مش كل حاجة بلاقيها هنا. فبراندس فور ليس بيوفر لي الموضوع ده، ان هو بيجيب البراندات دي من برة، بتكون اوريدي مشهورة برة ولكن عندنا مش مشهورة قوي. فعشان كده انا بحب بصراحة المكان ده جدا. اول حاجة ده ست كده للضوافر من تهاري، انا طبعا اتمنى ما اكونش مدمرة الاسم، بس سيبكم من اي حاجة. شايفين شكل البوكس يا جماعة عامل ازاي؟ يجنن، تحفة، بينك في جولد، تحفة، يجنن يجنن، خطير. اعتقد ده نيل فايل او مبرد، وده ايه، سنتد كيوتيكل كريم، كريم للكيوتيكل، واعتقد اكيد ده هاند كريم، سنتد هاند كريم من بي الروز ووتر. والبراند زي ما انتم شايفين كده، ده اسمها تهاري، اعتقد كده واضحة. طبعا ده ست كده جاي مع بعض، وشكله يجنن، تحفة. وتخيلوا السعر بتاعه كان 17 درهم، ده السعر. خلونا طبعا مش مكتوب عليه الصناعة فين، مش مكتوب عليه، ولكن هو مكتوب عليه انه في هاند كريم وكيوتيكل كريم ونيل فايل، دي المكونات. apply small amount into hands and massage it until absorbed، والكيوتيكل كريم مساج into cuticle and fingernail daily، يعني بيقولوا طريقة الاستخدام والصلاحية 12 مانس بعد الفتح. خلونا كده نفتح اوريكم، انا عندي فضول نفتحهم مع بعض، انا طبعا لحد دلوقتي ما فتحتهمش. فخلونا كده نفتح البوكس ونشوف. الموضوع ممكن ياخد شوية وقت، طبعا انا مش عارفة افتحهم احسن حاجة، استنوا.
عايزة اشوف بصراحة شكلهم على الطبيعة. اتمنى ما يكونش الموضوع بورينج بالنسبة لكم. ايوة بصراحة مش عايزة ادمر البوكس. ده شكلهم من جوا يا جماعة. استنوا استنوا، في تو سايدز للموضوع. طبعا انا بستراجل عشان ما ابوظش الباكج لاني هصوره لسه تاني، ولكن عندي فضول اني اوريكم البوكس والحاجات اللي جوه. خلوني كده اطلعهم. النيل فايل شكل الكواليتي بتاعته مش احسن حاجة. لا بس الريحة يعني اول ما فتحت، ايه ده مش الدرجات دي يعني يا جماعة. الكريم ما بيطلعش. anyway خليني اوريكم الهاند كريم. شايفين الكيوتنس؟ يجنن 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 يجنن، تحفة. خلوني كده افتح. هل هقدر افتحه؟ اكيد سيلد من جوه ولا ايه؟ سيلد كده زي ما انتم شايفين. بس الريحة روز ووتر، طبعا لو اللي بيحب الروز ووتر هيحب قوي الريحة دي. واعتقد اخر مرة تاني رحت براندس فور ليس لقيته برضو، فشكله كيوت قوي. تقدروا تحطوه في الشنطة معاكم. وطبعا ده النيل فايل، طبعا اعتقد ده بس ديكوريشن يعني، انا الكواليتي بتاعته مش احسن حاجة. بس تخيلوا يا جماعة كده لما تحطوا كده على الفانيتي بتاعتكم او في الشنطة بتاعتكم حاجة زي كده. طبعا يعني ده بس شكل اعتقد. بس شكل يا جماعة، شكل بس، فديكوريشن. لكن ده طبعا تقدروا تستخدموه وشكله كيوت جدا. واكيد برضو الكيوتيكل كريم اللي مش عايز يطلع ده تقدروا تستخدموه برضو. فبصراحة مبسوطة بيهم جدا. تاني حاجة بقى اشتريتها من براندس فور ليس، وانا حرفيا من ساعة ما جبته ما فتحتوش. بلاش اتكلم وانا ماسكة الكيس علشان الصوت مش هيكون واضح. زي ما كنت بقول لكم، من حرفيا من ساعة ما جبته ما فتحتوش، كنت مبسوطة بيه وفاكرة ان انا اتبسطت بيه. وهو اكيد مج يعني، واضح شايفين متغلف كويس كده. خلونا نفتح مع بعض. بسم الله. او ماي جاد، اللون يا جماعة اللون. استنوا خلونا نشوف. بعد كده الورق ده خلوني اوريكم. يا ربي على الجمال، شايفين شكله؟ لونه طبعا مينت جرين كده، وحجمه خرافي يعني، حرفيا ينفع للشوربة او النودلز يعني، ممكن اعمل فيه نودلز عادي. اكيد مش هشرب كمية القهوة دي. ولكن يجنن يا جماعة، ممكن تعملوا فيه هوت شوكليت طبعا في الفترة الجاية اللي هي الخريف والشتاء. ريجاردلس بقى الفيديو ده نازل لكم امتى. اعتقد نسيت اقول لكم ان انا بصور الفيديو ده 2 اكتوبر 2023. طبعا مش متأكدة بصراحة هينزل لكم امتى، ولكن المفروض الفترة اللي جاية هي الخريف والشتاء، فده مناسب جدا قوي. حلو بصراحة. اكتشفت طبعا ان انا جبت نفس اللون ده من ايكيا، ولكن برضو نو بروبلم يعني، حلو قوي. مكتوب عليه بي كايند، ودي مسج حلوة ليكم كلكم يا جماعة. بليز بي كايند، لانه الدنيا مش مستاهلة بصراحة. و ده اللي هيفضل معاكم، او ده اللي هيفضل منكم، انكم كنتوا كويسين وكنتوا كويسين مع الناس، وده اللي الناس هتفتكركم بيه. ف anyone please be kind على قد ما تقدروا، خصوصا اللسان، لان في ناس للأسف تستخدم لسانها بطريقة المفروض يعني مش كويسة. ف be kind يا جماعة. طبعا اظرف حاجة ان هو مكتوب هنا وهنا، ف whatever ways انتوا ماسكينه هيبان الشكل بتاعه. طبعا الحجم بتاعه تحفة، واكيد السعر كان حلو. السعر بتاعه 15 درهم زي ما انتوا شايفين كده. فطبعا الحاجتين دول اللي اشتريتهم من براندس فور ليس احلى من بعض بجد، يجننوا تحفة. اعتقد ان نسيت اقول لكم في الاول ان كل المشتريات بتاعت النهاردة كيوت تجنن تحفة. بعد كده طلعنا بقى بالليفل بتاع الكيوتنس كده كام خطوة فوق من هوم سنتر. اشتريت حاجتين بجد حرفيا هعيط يا جماعة معاكم دلوقتي، الاتنين احلى من بعض. ده طبعا من هوم سنتر، فخلوني اوريكم اول حاجة. خلوني كده يمكن اشيل الكيس ده افضل. اول حاجة
اللانش باج، خلينا نقول عليها لانش باج صح، هي لانش باج. اه والله مكتوب عليها اهي فلورال جوتي لانش باج، اتمنى يكون بنطقها صح يا جماعه. ده الديسكريبشن بتاعها، من هوم سنتر وايكو فريندلي بايو ديجريدابل، يعني صديق للبيئه ويعاد تدويره. شايفين الجمال والكيوتنس، فلورال كده، وده شكلها من جوه. طبعا المساحه بتاعتها حلوه، مش صغيره ومش كبيره، ده شكلها. واللون بتاعها زي ما انتم شايفين كده لون، اعتقد هي شويه الكواليتي مش احسن حاجه، لانه النوع ده من القماش بيتبهدل بسرعه، ولكن انا عجباني، عجبني شكلها وعجبني الحجم بتاعها، يعني للغرض اللي انا عايزاها فيه تحفه، عجباني جدا. تقدروا تستخدموها كشنطه للبحر، تقدروا تاخدوا فيها لو انتوا بتشتغلوا في جامعه، طبعا جامعه اي دونت ثينك سو، ولكن في الشغل لو بتشتغلوا تقدروا تاخدوا فيها اللانش بوكس بتاعكم، فحلوه جدا، جميله بصراحه. او تقدروا تستخدموها كشنطه بحر، يعني هي حلوه جدا، والمساحه بتاعتها سبيشس يعني حلوه، فبصراحه عجبتني. وطبعا السعر بتاعها يجنن يجنن، كان عليها اوفر ب 15 درهم زي ما انتم شايفين كده. وايت مالتي، المفروض ده اللون بتاعها مالتي كولر، يعني فلورال حقيبة طعام من الجوت، ميد اوف جوت. اعتقد الجوت ده اللي هو النوع بتاع القماش، انا بصراحة مش عارفة بالعربي ايه، هو حاجة قريبة من ال، لا مش عايزة افتي مش عايزة افتي. فالمهم ان انتوا عارفين النوعية دي من القماش بتكون ايه، خيش، خيش صح اعتقد، ايوه ممكن ممكن. فبصراحة يعني انا متأكدة ان هي مش هتعيش like اكتر حاجة او اطول حاجة في الدنيا، ولكن بصراحة still very 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 satisfying بالنسبة لي. وطبعا بعد ما استخدمها اقول لكم رأيي فيها. وعلى فكرة كان في موجود منها اشكال والوان كتيرة جدا. ندخل بقى على المفاجأة، عايزة اقول لكم information عني تعرفوهاش يمكن، او اللي يعرفها يعرفها، انه انا مش من محبي الدباديب، عارفين الانيمالز اللي على شكل، او الدباديب اللي على شكل انيمالز وقلوب والحاجات دي كلها، انا مش من محبي، وعندي كمية لا تحصى ولا تعد منها، حطاهم كده مخبياهم، مش من محبي الحاجات دي قوي بصراحة. عارفين بقى في ناس تقول لك يعني عارفين زمان كانوا يحطونوا كده الدباديب والدبدوب بتاعي والكلام ده، لا مش انا خالص، كنت بحب يجولي هدايا، ولكن مش ما عنديش هوس بيهم خالص بصراحة. ولكن دي بقى يعني لا بجد، شوفوها الاول وبعدين قولولي ايه رأيكم يا جماعة، ايه رأيكم في الستروبيري البينك واللي ليها لاشز ونوز التحفة، اللون البينك الخطير، ايه رأيكم؟ يا خرابي تجنن تجنن. اعتقد دي بيسموها بلاش ولا ايه، ولا كوشن، هي اعتقد كوشن زي مخدة. اسمها ستروبيري شيبد كوشن، كانت 29 درهم وبقت 20 درهم. يا نهار ابيض يا جماعة، يخرب بيت شكلها حلوة جدا، يخرب بيت جمالها، يا نهار تحفة. خلاص كنت هعيط انا بجد حرفيا، قلت لهم يومها، كنت انا وجوزي وناس، قلت لهم انا همشي كده في المول يا جماعة، همشي كده في المول كده تحفة تجنن، وقد ايه سوفت يا جماعة وناعمة بجد، يعني انا اصلا مش عايزة اطلعها من الكيس. انا طبعا دي هحطها على السرير كده على المخدات قدام كده، المخدات تدي شكل حلو، ولكن حرفيا انا خايفة استعملها، تحفة، سوفت جدا يا جماعة، ولون البينك يعني مع الاخضر او المينت جرين خطيرة، ستروبيري كده حلوة قوي بصراحة، فمبسوطة بيها جدا، منتهى الكيوتنس، جميلة قوي. والمفروض ايه مكتوب عليها HCK which is I don't know anyhow، وسادة بشكل فراولة، فيعني بصراحة مبسوطة بيها جدا بصراحة. فدول الحاجتين بس اللي جبتهم من هوم سنتر. اخر حاجة معايا يا جماعة النهاردة من ايكيا، طبعا شكل الباك، هو الباك كبير جدا، ولكن انا بس اشتريت ثلاث حاجات من ايكيا، خليني اطلع معاكم، خليني اطلعهم علشان الباج ما يعملش ازعاج.
جبت كده الريسيف علشان اقول لكم الاسعار. استنوا، طبعا دول حاجتين، والحاجة الاخيرة طبعا صعبة اوريها لكم، بس خلونا نشوف. اول حاجة جبتها طبعا النبتة دي، طبعا دي بلاستيك. عايزة اقول لكم انا وجوزي والناس قعدنا ساعة تقريبا، سوري يا جماعة الأصوات اللي سامعينها دي، خلونا نستنى شوية. طيب رجعت لكم تاني يا جماعة، سوري على الأصوات. أنا بصور بصراحة تقريبا الساعة 5 في الوقت اللي كله موجود فيه. فأول حاجة زي ما قلت لكم دي النبتة، اشتريتها من أيكيا. لو تفتكروا الرف اللي اشتريته من شي إن، هحاول أنزل لكم الصورة بتاعته على الشاشة. بيحتاج حاجة زي كده تكون كده نازل منها الأفرع بتاعتها. طبعا لما لقيت دي في أيكيا بصراحة عجبتني قوي، والكواليتي بتاعتها معقولة، فقررت أن أجيب دي وهحطها إن شاء الله على الرف. وإذا طبعا حطيتها برضو هحط لكم صورة ليها بعد ما حطيتها على الشاشة. الرف ده بصراحة عجبني جدا، وكنت حط عليه حاجة كده بس مش عجباني، ممكن برضو هحط لكم الصورة before and after. ودي كان سعرها اسمها ايه، 25 درهم. كتير قوي 25 درهم يا جماعة. تعليق خارجي داخلي نبات صناعي، it's too much بصراحة يعني. anyhow كنت محتاجاه، وبصراحة عمري ما شفتها في اي مكان، يعني اول مرة اشوفها كانت في ايكيا، والكواليتي بتاعتها حلوة يعني تحسوها حقيقية صراحة، فعجبتني بس شوية برايسي. تاني حاجة واللي متحمسة ليه جدا جدا الرف ده، طبعا مش عارفة انتوا هتعرفوه ولا لا، هو طبعا لسه مركبناهوش، ولكن خلونا كده نركز هنا. هو المفروض يكون الشكل بتاعه زي ما انتوا شايفين كده في الصورة، شايفين الصورة دي، الشلف ده بيتحط كده في الخزانات بحيث يعمل لكم رف كده في النص، ينظم لكم، تقدروا تحطوا عليه وتحته برضو، فاهمين، بحيث تقدروا تحطوا عليه. طبعا ده للاطباق عادة بيكون في المطبخ، في الخزانة بتاع المطبخ، تقدروا تستخدموه كرف او اي مكان يعني، بس هو عادة في المطبخ. فزي ما انتم شايفين كده الشكل بتاعه زي الصورة المفروض. برضو لو ركبته هحاول انزل لكم صورة ليه. وانا جبت واحد بس رغم انه كان عجبني اكتر، اجيب اكتر من واحد علشان بس اجرب السايز بتاعه او الدايمنشنز بتاعته عندي، واشوف لو عجبني هحاول اجيب اكتر من واحد، علشان ده هيفيدني كتير جدا بصراحة. لان انا عندي الاطباق والحاجات كده فوق بعضها بصراحة مش الطف حاجة. وده برضو كان سعره 25 درهم، وطبعا ده بجد من الحاجات المشهورة جدا في ايكيا، بس انا ما كنتش بشوفه، فاهمين. فالمرة دي خدت بالي منه، واكيد باذن الله لو عجبني هروح على طول اجيب منه اكتر من واحد كمان علشان اقدر استخدمهم. بس اكيد طبعا هركبهم واقول لكم. اعتقد هنا واضح، شايفين كده واضح الشكل بتاعه زي رف كده، شلف يا جماعة، تقدروا تخزنوا من تحت ومن فوق، ممكن تستخدموه للمجات، للاطباق، whatever بقى، للبرطمانات، whatever يعني، هو كorganizing step، فهو حلو جدا. اخر حاجة معايا، انا ليه مش عارفة بصراحة ليه صممت ان انا اشيله واوريكم، خلاص مش قادرة. ده عبارة عن شلفز كده او ايه، ارفف، مش ارفف، هو منظم، اورجانيزر. طبعا هحط لكم الصورة بتاعته على الشاشة، احاول اجيبها، او اعتقد عندي صورة له. انا كنت جايبة قبل كده من ايكيا واحد، ولقيت ده عليه عرض نازل ب75 درهم، مساحته اكبر شوية. هو الكواليتي مش احلى حاجة، ولكن انا بصراحة محتاجاه علشان انظم كده شوية حاجات بيه. طبعا احنا لسه بصراحة ما ركبناهوش من يومها، حرفيا الحاجات دي كلها كده على الارض جنب السرير. فبرضو احاول احط لكم صورته وهو فاضي، واحاول احط لكم صورته لو ركبناه ان شاء الله باذن الله. ولكن انا بحب الحاجات دي جدا، بستخدمها بقى في ترتيب كل حاجة، perfumes، سكين كير، اعتقد بنسبة كبيرة جدا ممكن استخدمه للسكين كير. وبصراحة المساحة بتاعته كانت حلوة جدا، وسعره 75 درهم، فيعتبر معقول سعره بصراحة.
وبس كده، هي دي كانت اخر حاجة اشتريتها من ايكيا، وهي دي كانت اخر حاجة معايا في المشتريات النهاردة. طبعا انا مبسوطة جدا بكل حاجة يا جماعة، متحمسة ابتدي استخدم كل حاجة. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم. بليز يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة لو ما اشتركتوش، اعملوا شير للفيديو واكتبوا لي ايه اكتر حاجة عجبتكم في الحاجات دي، هل جربتوا اي حاجة منها ولا لأ. وبليز يا جماعة بليز شوية سبورت للقناة وكده علشان نكبر مع بعض، وان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات اللي جاية. وباي باي.